فقد أصبحت ألعاب البحر الأبيض المتوسط أوضح نظرا وأقرب سمعا من أي وقت مضى. مع اقتراب موعد التظاهرة يتسارع مد جسور التواصل مع عريسة المتوسط الباهي وهران قبلة العالم ودول الحوض الأبيض نهاية الشهر الحالي. جسور لم تكن لتخلق لولا الجهود الحثيثة للجزائر حكومة وشعبان لكي تكون النسخة الثانية التي يعانقها البلد بعد طبعة عام 75-900 و1000 موفقة وكبيرة كبار الإنجازات التي جعلت صوتا واحدا يسمع مصدره القلب كشعار التظاهرة نحن بانتظاركم. إنجاح العرس وتقديم واحدة من أحسن نسخ الألعاب المتوسطية وعد والتزام قطعته الدولة الجزائرية بما يتوافق مع أصولها حفظا لسمعتها وتشريفا لصورتها. هكذا كانت تعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي يقف شخصيا على الملف. وبينما كان وسيكون شهادة متجددة للبعيد قبل القريب ترجمها في أكثر من مرة رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط الإيطالي دافيد تيزان الذي لم يجد بدا من رفع سقف الطموح وتوسم إعلاء وهران لمستوى الاستضافة والتنظيم. موقف لم يبنى على باطل كما تسعى أصوات الناعقين أن تروج له، بل بعد أن زاد بهاء وهران سطوعا وهي تحقق تقدما منقطع النظير على جميع الأصعدة. الطبعة 19 للألعاب على الأبواب وأبواب الجزائر مفتوحة لضيوفها الكرام. وهران على هبة الاستعداد لتكون فضاء جامعا للكل بين الرياضة والسياحة.